اول حاجه عشان نبدا نوزن الراد بنبدا نعمل ندخل الفيشه عشان نوصل الميزان بالكهرباء، وبعد كده ندوس على زرار الباور بتاع الميزان يبدا يعد ارقام لغايه استنى لغايه ما يصفر خالص الجهاز، كل الارقام تبقى باينه 000 كلها ارقام ثابته. بعد كده ببدا احط كيج عشان اثبت الرات على الميزان، وبعد كده بدوس على زرار تي عشان اصفر وزن الكيج بعد ما يبقى زيرو كده، متاكده ان وزن الميزان مش ظاهر مش هيتحسب. ببدا احط الرات واستنى نص دقيقه تقريبا كده لغايه ما هو يثبت في الكيج والاقي الوزن ثابت، بلاقي الوزن مكتوب. الوزن دوت بيبقى مكتوب مثلا زي ما احنا شايفين كده 292، هو بيبقى ظاهر ده 292 جرام، لان الوزن ده باي كي جي اللي هو 0.291 ده كي جي كده نبقى وزن. عشان نبدا نحضر انترابروتونيال او انجكتبل سوليوشن، فور اكزامبل احنا هنحضر دلوقتي فور يوريثين فور انترابروتونيال انجكشن از انستاتيك. الاول هنحضر ايه معانا؟ هنحضر تو بيكرز و بليت علشان نقدر نوزن فيه على الميزان، الباودر بتاعه السبستنس اللي هنحقنها، والمعلقه او السباكيولا دي اللي بنقدر نطلع بيها الباودر من الازازه، وسرنجه انسولين علشان نحقن بيها، وسرنجه 3 سنتي علشان نحضر بيها السولفنت اللي هو واتيفر دلوقتي هيبقى الميه المقطره. الميه المقطره بنحضرها في سلندر، وبحيث ان احنا نبدا ناخد في البيكر واحد من البيكرز على قد ما هنحقن بالظبط او على قد الكميه اللي هنوزنها عشان نحضر السولفنت. اول حاجه بنعملها ان احنا بنركب بنوصل الميزان بالكهرباء. الاول بيديني اوف ان هو ده كده فصل، بس هو متوصل بالكهرباء. بدوس على زرار الباور هو مكتوب عليه هنا بريك عشان الميزان يبدا يفتح. لما بيفتح برضو بنتظر لغايه ما يديني كل الارقام اصفار. باخد البليت اللي هوزن فيه الباودر وادخله، بفتح الازاز ده وادخل البليت واقفل تاني. طبعا الميزان كده او البليت ده بدا يدي وزن، عشان الغي وزن البليت ده ببدا اني ادوس على زرار زيرو اور تي بحيث انه يلغي من حساباته وزن البليت ده. بعد كده ببدا اجيب اله او معلقه اطلع بيها الباودر. يستحسن ان انا ابدا بكميات صغيره وازود اكوردنج للميزان اللي بيظهر، واهم حاجه تكون الحاجه اللي بستخدمها بطلع بيها تكون نظيفه، متاكده انها ما عليهاش اي بقايا من كيميكلز او سبستنس موجوده ثانيه. هو كريستلز اليوريثين هي كبيره شويه، فممكن ناخد شويه كريستلز كتار كده وبحطهم على الميزان، واهم حاجه ببدا اقفل علشان اي هواء بيأثر على القرايه بتاعت الميزان. اداني قرايه اللي انا حطيتهم دول 0.3. انا المفروض الميزان ده بيقيس باي جرامز، المفروض ان انا ببقى عايزه احضر سوليوشن اكوردنج تو دوز اوف انستيزيا. انا عايزه احضر دوز اوف انستيزيا بالنسبه لليوريثين عباره عن 1.2 جرام بير كي جي، فببدا احضر سوليوشن اوف 1.2 جرام بير ملي لتر. فانا محتاجه عشان اوصل للتركيز ده محتاجه ازود، هزود باودر تاني. واقفل لغايه ما الميزان
يبدا يديني قرايه. الميزان اداني قرايه 0.5، انا لسه محتاجه ازود لغايه ما اوصل كمية اكبر من كده، اوصل للميزان اللي انا عايزاه. كده انا وصلت 1.3. عندي اوبشن من اتنين، يا اني اعليهم اوصلهم ل 2.4 او اني اقلل منه. طبعا عشان هو اقرب ان انا اقلل، فالاحسن ان انا اخد بالراحة كده من غير ما اضغط على الميزان كمية قليلة من اليوريثين عشان اقلل الوزن. لسه ما وصلش ال 1.2. كده بقى عندي الوزنه اللي انا عايزاها. الوزنه ديت مش هحركها من على الميزان الا لما احضر الديستلد ووتر. الديستلد ووتر الاول هجيبها من السلندر الكبير واحطها في بيكر صغير عشان ابدا اسحب. لازم البيكر ابقى متاكده انه نضيف كويس، اي ما فيهوش برده كونتامينيشن من ازهر سوليوشن عشان ما يخليش المادة اللي انا بحضرها مختلفة خالص. السرنجة اللي بسحب بيها برضو تكون لسه مفتوحة. هسحب 1 مللي. سحبت 1 مللي ديستلد ووتر. هبدأ احطها عشان ادوب فيها. الكريستالز اوف يوريثين. بنزل كل الكريستالز. وابدا ادوبها. هي بتاخد سنة وقت بسيط كده عقبال ما تدوب كلها. ممكن في طريقة تانية، أنا كده ده سوليوشن اوف 1.0 جرام بير ملي، ده تركيزه. ممكن أزود عشان أسهل الدايليوشن أو أسهل السولفنت إن هو يبقى بي تو بي سولفنت، أحط كمان ملي يبقى التركيز 0.6 بير ملي of distilled water عشان اسهل انها تدوب اسرع. بعد كده ببدا احسب الجرعه اللي المفروض احقنها للرات. نبدا نحركه كده، بنبقى موصلينه بالكهرباء. اول ما بنبدا نحرك الماجنتيك اللي احنا حطيناه جوه البيكر عشان يبدا يدوب، هو هيبدا يلف السبستنس كده لغايه ما تدوب كلها. كده احنا بدانا ندوب اليوريثين تقريبا كده قعد 5 دقايق عقبال ما تقريبا كل الكريستالز دابت. بنبدا نفصله كده ونتاكد ان ان الفلويد كلير. بعد كده بنشيل الماجنتيك ونبدا نسحب
الدوز اللي هنحقنها بسرنجة انسولين. الرات اللي هنحقنه دوت وزنه 290 جرام. فاحنا السوليوشن بتاعنا عبارة عن 2 ملي بتدوب فيهم 1.2 جرام اوف يوريثين. ف الملي الواحد هيكفي لتو رات لو كان وزنهم بداية من 250 ماكسيمم. يعني اللي احنا محضرينه ده كله يكفي لفور رات الواحد منهم 250. فاحنا مبدئيا بنبدا نحقن الدوز اوف انستيزيا باي انسولين سيرنج. لازم تكون السيرنج برضو نظيفه عشان احنا حضرنا السوليوشن بالتركيز ده. فالراد ده اللي هو وزنه 290 ممكن نبدا نديله نص ملي بسرنجة الانسولين. هي اقل حاجه بسيطه من جرعته الفول دوز ليه، بس يستحسن في الانجكشن بالذات في الحاجات الانستيزيا واللي بتتاخد بوانس، يعني ان احنا نبدا بدوز اقل وبعد كده نعلي الدوز للماكسيمم اللي عايزينه لو احتاجنا. يعني كده انا حضرت تمام. بعد كده ببدا امسك الرات عشان احقنه انترابريتونيال. عشان احقن انترابريتونيال انجكشن ببدا اني امسك الرات الهاندز اب و بدخل في اللور بارت اوف ذا ابدومن بزاويه 45 درجه، وعلى قد ما اقدر بكون مميله الرات عشان ابعد الانتستين. بندخل بزاويه 45، واول حاجه بعملها اني بسحب عشان اتاكد ان انا مش داخله في بلاد فيسل، وبعد كده ابدا احقن الانستيزيا او تفر الانجكشن اللي بديه.